ندوي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. كيف ما كتشوف معنا واحد الحالة، هاد السيدة المرأة المسكينة المسنة محنوها جيرانها كيضربوها بالحجر، مع أن الأرض ديالهم وفي ملكهم، وهادو ساكنين بدون ملك، بدون تجي حاجة، ساكنين صحة وباغين يخرجوهم من دارها. شنو وقع الحاجة؟ ها وليدي نهار الخميس جابها، طلعوا لي فوق الكوري ويسجبوا عليا في الحجر. مشيت للعمالة كراعي حفيانة وراسي عريان، لحقت ما خلانيش المخزن ثاني نشوف للعامل لا والو، قال لي سيري. مشيت طلعت للجدار من جهة هكايا البوليس ثاني، لحقت الباب ثاني ما تا واحد ما خلاني ندخل. مشيت للجدار من جهة ما خلاني تا واحد ندخل. مشيت للقايد قال لي هانا غنصيفط معاك المخازن، جا ونصيفط معاك، ما جا تا واحد، ما شتا واحد. هاد الأرض ديال من؟ ديال والدينا ولاد بن سليمان، حنا كنتسماو هذا ولا براني ديالنا من هنا. جابهم خويا نهار الاول دار فيهم خير، غادا شي حطه وتيمشيو في حالاتهم، عطاهم السكنات وبقاو. هو مات وهما ناضوا ليا 13 عام هادي ولا 14 عام باش مات خويا. ناضوا دابا كيضربوك ويعايروك؟ لا جاو عليا جارين عليا دابا في الليل، يباتوا يدقوا عليا يهربوا فيا. عندي وليداتي وانا هما، هذا عنده 4 الاولاد بنات، هذا عنده 3 البنات، هذا هو عنده 2 بنات، عاد يلاه جوزهم. كنخاف ولدي يعود وليداتي يمشيو للحبس على ودي انا. اللهم انا كنضحي راسي، لا قتلوني هما ولا عشت هما ولا اما حنني هما، هادشي اللي كنطالب. باش كطالبي لاله؟ كنطالبه ودي الحقوق ديالي، ونطالب هاد الناس يبعدوا مني ويتحولوا عليا عليهم مني. انا هما دار الكوابن وهما دار الديور وهما كيبنيو، انا مسمار ما زدتوش في خويا من نهار اللي مات، هي 13 عام باش مات، ما زدت حتى مسمار ما زدتوش. وهما راهم المدن اللي دارن الكوابد اللي دارن والديور البيوت اللي بانين، وجابوا ولادهم حداهم سكنوهم وداروا من المحال حداهم. وهذا هو تا هو كان عنده عبراكه ودار المحال واحد قر، وخويا في السبيطار وهما يزيدوا، خويا في السبيطار وهما يبنيو، خويا مات وهما يبنيو، وانا بقيت انا بيناتهم. ولاو محرشين عليا، واحد محرش 4 الخيام هذا كلهم، تا واحد ما ينفعني، تا واحد ما يجي من جهتك، تا واحد ما يقول حشوم على هذيك المرأة. ولد خويا ها هو جاب الغلم وخشاها هنا، هو محرش عليا ويقول لي ما يوليها، هربوها باش تبقى الغلم تاجي هنا، ها هو دايرها هنا حدا قاش. وانا كان طالبكم شوفوا هي لوجه الله، الا باقيش ليا في العمر يزيد فلا، ما باقيش ليا في العمر هالناس راهم غاديين يقتلوني. هذا هو السبب ديالي وسبب ديال ولادي، تا ولادي ولاو هاربين ما بقاوش يجيو عندي. عندي واحد اللي معايا ما عنده لا دار لا والو، كيمشي يجيب ديك الشويته، يجيب لنا ديك الخبيزه ونجيبو نديرو ذاك البراد. في الليل تنسمع الحيط القزير يتكرت علينا، هو يسكت وانا نسكت. الصباح هو يمشي يمشي يطلع القشله وانا نمشي عند الناس نضل عندهم. في الليل كندير كيكواك كل ليله كيكواك، هالايام كلها وحنا هاربين من ذاك القميص. وحنا هما اللي مات خويا هما محنني ومعذبني، وحلت من الله وحلت من واحد وحده، واللي شاف فيا حتى هو الله يخلصه، الله اللي يخلصه. اللي شاف فيا رانا محنه، وقال لي عاوني عماوني منها، وقال لي صحتي، ودار الدجاج معايا ودار البهيم معايا ودار كل من هي حاجه كوابن معايا، وكل شيء خاشينه معايا، والكرسي ينسنس عليا في الليل وفي النهار، الكرسي ينسنس عليا. وانا كنعيش في ديك المحيل على القزير وسيدي ربي، حتى الماء ما عديش، الماء ما كنمشي حتى للسقايه تاع الفاسي يجيب لي ولدي بالطوار وتاع المراه. هما ما السقايه حدايا وشادنها محرزنا هما ويتقيو منا هما، وانا جارين عليا منها. ايوا هك هادشي اللي كاين. اذا متابعينا كنتم معنا في